في فريق بولي فريق بلاي مواصلين في استقبال ضيوفنا. نحكيو على الباسكيت الأفرو باسكيت حاليا اللي قاعدة تدور في كيغالي. على كل لكن قبل هذا نذكر حبيب بن قردين بعد شوية مجال مفتوح قدامكم الحديث على صار في الجلسة العامة الانتخابية الاتحاد بن قردين. تجمو تكلمونا على 71-725-1 مجال مفتوح قدامكم الحديث على الكلام اللي قال حال الجلسة العامة الانتخابية الاتحاد بن قردين. على كل كما قلت نحكي وباسكيت توا معنا بالتليفون زميلنا الإعلامي اللي مختص في كرة السلة أمين بن حسن. أمين أهلا بيك. أهلا وسهلا سلام، مرحبا بيك ومرحبا بكافة المستمعين. شنو أحوالك خويا، شنو الأمور؟ الحمد لله لاباس الحمد لله الحمد لله. به أمين قاعدين نتابع كما الناس الكل في الأفخو باسكيت الدور حاليا منتخبنا تقريبا نقولوا دون صعوبات، ولو أنه منتخب مقابلة مصر لقينا فيها شوية صعوبات، حقق 3-3 وكان موجود في الدور الثاني. هذا نقطة باش نحكيو عليها، حاول تقييمك كيف شفت المنتخب في 3 مقابلات الأولانيين، وبعد باش نحكيو على اللي جاي إن شاء الله. كيف شفت المنتخب أمين؟ في البداية منتخب مصر ينسحب نهائيا من الأفرو باسكيت. منتخب مصر من الفرق ممكن يعني مؤهلة تكون ربما حتى في النهائي، يعني حتى بعد الخسارة ضد تونس كانت يعني في التويت يعني الصفحة الخاصة بالمنتخب المصري كانت بعثت أنه ربما يلتقي المنتخب التونسي مع المنتخب المصري في النهائي، لكن المنتخب مصر الشقيق يغادر الأفرو باسكيت. مفاجأة كبيرة. نعم الحقيقة منتخب مصر إصابة اللاعب أنس كانت مؤثرة جدا يعني، وغادر يعني المعسكر كان مفروض يرتاح 10 أيام ويرجع، لكن كانت إصابة بليغة في الكتف غادر مبكرا وأثر على مردود المنتخب المصري اللي بذل مجهود. نرجع لتقييم المنتخب الوطني يعني، وفي الحقيقة سليم موضوع يجب الموضوع معناه ما حد شيء معناه واضح في كرة السلة. يعني منتخب الأنغولي اللي خسر المقابلات في بداية الدورة يترشح لربع النهائي يقصي المنتخب المصري، يعني ما سماش تحسبات صعيبة برشا في الباسكيت. المهم بالنسبة للمنتخب التونسي 3-3 بداية كانت متوقعة بس تكون سهلة من منتخب الغيني، وبالفعل 36 نقطة مردود كان جيد من منتخب متوسط لا أكثر. ثم كان أول اختبار من المنتخب المصري، اختبار عرفنا فيه ديو ديبار، بداية كانت صعيبة دخول كيريتي في المقابلة، وهذا ربما يذكرنا ب 2013 المنتخب التونسي كان بطل في 2011 وفي البطولة الأفريقية في أبيجان 2013 دخلنا كأبطال، دخلنا بثقة مفرطة أكثر من لازم، ربحنا 3 مقابلات الأولى. في أول مقابلة دور الربع النهائي لعبنا ضد المنتخب المصري اللي خسر، كان السيستم يخلي الناس الكل تلعب الدور الأول وبعد يدخل الدور الثاني. المنتخب المصري يخسر من جميع المقابلات في دور المجموعات، يربح يفاجئ المنتخب التونسي. ربما كانت ثم نقطة نفسية أثرت على مردود المنتخب، خلى برشا لاعبين كانوا خارج الخدمة كما نقولوا. بداية كانت صعيبة 27-10 في الفترة الأولى، كملنا خاسرين الشوط، ثم رجعنا الحمد لله بفضل مايكل رول اللي تألق في المقابلة هذه، مقابلة كانت كبيرة لمايكل رول، ثم دخل شوية صالح الماجري في الطرح وتحسن بعد في الفترة الثالثة والرابعة المردود. المقابلة الأخيرة كانت متوسطة نوعا ما، لكن فيها نقطة إيجابية هو الدفاع قام بمردوده على شكل متميز، يعني 51 نقطة في كامل المقابلة. أداء مكرم الرمضان اللي كان متوسط الأداء في المقابلة الثانية يرجع بقوة في المقابلة الثالثة يكون أفضل لاعب 21 نقطة والعديد من يعني التمريرات الحاسمة. تقريبا المنتخب ربما النقطة اللي ربما ما زلنا ما شفناهاش هو أنه التعويل على اللاعبين الشبان، ما شفناش برشا تعويل، ثم تركيز أكثر المدرب ركز أكثر على عدة عناصر الخبرة، عناصر الخبرة ركز عليها، بينما تقريبا مثلا لاعب كيما أسامة المرناوي في الفترة الأخيرة في الشهرين الأخرانيين في دورة الأردن في المسابقات في حتى في التيكيو في الكرواسي كان من اللاعبين المتألقين وأفضل لاعب في الشهرين الأخرانيين في كرة السلة التونسية. بالكش يمين مخبيه اللي ما يعرفوش للي جاي. والله اللاعبين اللي يلعبوا توا معروفين معناها معروف الناس كل يعرفوهم يقراوا محسوب، ولو انه توا بالفيديو الناس كل تبعوا ما عادش يغيب حد شيء. شنو رايك؟ فوالا وصعيب شويه مع المدارس الاوروبيه، ربما احنا كتوانسه كافريقيين ممكن نخموا بالاسلوب هذا، اما المدربين الاوروبيين عندهم ديما تفكير اخر. المدربين الاوروبيين يحاول يقسم فتره اللعب، يحاول يعطي اكثر فرصه للملاعبيه ومؤمن به، معناها الفات انه شهرين متالق البرناوي
نقطة استفهام، نقطة استفهام. ممكن أنا ما نصورهاش، أنا ما نصورش المدرب الألماني يخمم بالطريقة بتاعنا احنا، يعني نتصور ربما عنده استراتيجية يحب يطبقها. برشا مدربين يختاروا أنه ديما يكون عندهم الستارتين نتاعهم اللي يبداو بهم وما تصيرش برشا تغييرات، خاطر شفنا ربما في لقاء مصر ربما كان غيرنا شوية في الوقت اللي كنا برشا ملاعبين بعيد على الفورمة، كنا ربما كان غيرنا كنا نجمو نقدموا مخير، كنا نجمو نرجعوا بكري في المقابلة. هو حتى مثلا رضوان سليمان اللي كان في عهد المدرب بالما كان من الخماسي الأساسي، تو تقريبا يلقى روحه ثامن تاسع لاعب وأحيانا عاشر، يعني ينوتر استراتيجي فلسفة أخرى المدرب باورمان أنا نتبعه. إن شاء الله إن شاء الله تكون الفلسفة بتاعه ناجحة، خاطر الإسبرية ذي يقلق شوية، خاطر مثلا مش أعطيك نقطة ربما يساتروني فيها أحبة كرة السلة، احنا كنا مع المدرب بالما كنا استراتيجي واضحه، الناس كل تلعب الناس كل امين سبقني. نعم. انت ذا سؤالي كان التالي، شفت حاجه تبدلت مع المدرب الجديد؟ قلنا نعرف الناس كل في نسخه عادل تلاتلي والا ماريو بالما، شنو اضاف المدرب الجديد نتاعنا؟ والله سانسيرمون انا كولد باسكيت، ما الحاجه الوحيده انه اعتبار اني تقصد تقسيم طون دو جو، تقسيم طون دو جو سي الاوروبيان، يعني الماكسيموم كل لاعب يلعب 25-26 مينوت، قليل باش تلقى واحد يفوت 30 مينوت دو جو. لكن ما زلنا ما لاحظناش الاسلوب، ولا مازال بكري باش نحكمه. ممكن مع بالما كان امور على الاقل واضح ان عندنا اسبري ديفونسيف نلعبوا، معناها الديفونس 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 هي بالباسكيت معروفه، الديفونس هي الكل، انت كي تقبل 60 50 نقطه تلقى روحك في ثنيه محلوله باش تنتصر، كانت الدفاع هو الكل مع الحضور البدني المتميز. مثلا من بين الحاجات اللي استغربتها لاول مره، وان شاء الله يعني ان شاء الله ما نكونش غلط، في لقاء مصر في صباحه المقابله عملنا حصه ما تعملش بيلاسيون، اللي انا ناكد لك مانيش متعودين نعملوا شيء هذا، يعني فهمت حصه مشكلاسيون لو جور دو ماتش كونتر ان ادفيرسير قوي كما المنتخب المصري، ربما طيحت في الشهر نتاع التحضير تاع المقابله، ما نعرفش ممكن يجي مدرب يفهم اكثر مني. مي نتصور نهار المقابله الصباح تعمل حصه مشكلاسيون مش متعودين، مانيش متعودين بها وما ديتهاش برشا موجوده، في خاصه مقابله طويله ممكن ربما باش تلعب منافسه ضعيفه باش تدور ليفيكتيف ممكن تجم تيتو بيرمي. لكن المره هذه لا. نرجع لك نقطه برك في عند بالما، في بالما عن بالما تقريبا الناس كل تلعب الشوط الاول الفتره الاولى الفتره الثانيه تقريبا يلعبوا 10 12 لعيبه، في الفتره الثالثه الرابعه اللي ميور اللي برزوا ذاك الفترات هما في الاخر نخرجوا خمسه سته لاعبين يكملوا الماتش. المره هذه لا، رجعنا علاش جبت الملاحظه هذه؟ خاطر بالما هو بالما بيدو، يعني كان يمارس في الخطه هذه، لكن وقت لعبنا في كاس العالم في المقابله الحاسمه كيما المقابله الحاسمه ضد بورتوريكو رجع للفلسفه هذه انه يعمل على خمسه لاعبين فقط بمعدل 40 دقيقه في المقابله. نذكر في لقاء بورتوريكو اللي حرمنا من المرور للعب الاولمبيه عمر عباد 40 دقيقه، مكرم بن رمضان 39، صالح 38، مكرم مراد المبروك 40، يعني لعب بخمسه سته لاعبين. معنى كي تلعب خمسة ستة لاعبين تتغير المعطيات، هذا اللي نلوم فيه، معنى نفضل اني نلعب الاوروبيان نشرك اللاعبين الكل ونعطيهم ازيد وقت، وحتى الصغار يدخلوا يلعبوا مثالش يدخلوا يلعبوا مثالش يلعب اربع خمسة دقائق ويخرج، ومن بعد انت تحب تكمل الماتش هذاك الفايف ستار نتاعك مرحبا. ان شاء الله يراجع شوية نفس المدرب الموضوع هذا، انه ماذا بين اللاعب الحاضر اللي يلعب، ما نحبوش اللي تلعب بالاسماء، ما نحبوش اللاعب فلان ما يخرجش ما يتنرفز يعمل اخطاء، مثالش نخليه يعمل اللي يحب في الميدان، يلزم كل لاعب معنى المدرب بيكبر على قدامه حتى لاعب الناس كل ال 12 كيف كيف اللي يستاهل يلعب يلزم يلعب. باهي الجاي يا مين كيفاش تشوف حضورنا في بقيه المشوار؟ والله شو اقول لك، حضورنا مبدئيا ذكرني بمسيره مدغشقر اللي هزينا فيها وكاس افريقيا ثنيه محلوله، نجم نقول الفرق الكبيره مشات للشابول من الجهه الثانيه دونك عندنا، لكن ديما ما مشكل ثماك الماتش ويت بيش. اول انا اشوف مثلا اللقاء القادم من نهار الخميس باش نرتاحوا اربع ايام برشا راحه بارابور، راح تكون في سيكل دو كومبيتيتيف تلقى روحك مرتاح اربع 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 ايام برشا، معناها كانت تحضيرات فقط بدون معناها مقابلات.
صحيح. باش نلعبوا مبدئيا حسب تصوري جنوب السودان باش تنتصر ضد كينيا، دونك باش يكون منافسنا جنوب السودان. جنوب السودان لعبنا معها مقابله تحضيريه في كيغالي قبل بدايه الدوره، ربحناها بصعوبه 4 نقاط من المقابلات باللغه الفرنسيه بيش، رغم ان المنتخب معناتها ما عندوش تقاليد في كره ولا لكن انا واصل المنتخب جديد جنوب السودان، منتخب جديد انا قلت لك بين ظفرين مقابله بيش. نتعداو المقابله هذه باش يكون في الثنيه المنتخب النيجيري، ما انه ما كيخسر مع الكوت ديفوار ولا جا في الشابو نتاعنا. منتخب النيجيري صحيح ماهوش منتخب النيجيري اللي شارك في الالعاب الاولمبيه، معيش نفس العناصر، تشكيله اخرى مغايره، لكن اكيد التشكيله فيها مين جماعه الام بي ولا ما جاوش؟ لا لا لا، تشكيله كل مغايره تماما لل ما جا حد معناها من الام بي، ما جا حد معناها تشكيله اخرى، يعني مش نفس الفريق اللي لعب. مفاجاه هي كانت انه المدرب اختار، تعرف انا اسلام نعطيك فرمي معناها من الاسرار كما نقولوا، مثلا اللاعب مايكل رول وقت جاء قبل باش يلعب في تونس راهو ما قبلش من اجل بطوله افريقيا ومن اجل، راهو قبل يحب يلعب الالعاب الاولمبيه، راهو الالعاب الاولمبيه هي اكثر طموح للاعب، يعني اللاعبين النيجيريين اللي يلعب في الان بي اي طموحه يلعب في الالعاب الاولمبيه، يزيد يلمع صورته يسوق روحه اكثر، اما بطوله افريقيا ما تعني حتى شيء، حتى مش امين ظهري حتى هو ما يسيبوش هذا ملعبيه، ولكن الانديه ما تسيبش حكايه الاسيورونس هذيك وحكايه هذوكم، ولا ثم صحيح من الجهه هذه، ولكن انا قلت لك ثم لا موتيفاسيون، ما يبداوش موتيفي باش يجيو، فوالا شنو الموتيفاسيون اللي عنده باش يلعب في كاس افريقيا، ما تاهلش حتى الكوب دي موند، لا تاهل لا كوب دي موند لا تاهل الجوز اولمبيك، معناها منافسه عاديه جدا، يعني بالنسبه لي يلعب في الان بي اي ما عادش يساعد ويجي يلعب، شكون يحب يلعب في المسابقه هذه؟ لاعب ربما ما عندوش في البالماريس نتاعو محليين خاصة، ما عندوش تيتر، ما عندوش حاجه، يحب يهز تيتر يزين به كما نقولوا الدار نتاعو، هذا تقريبا على فكره غدوه اسلام عمليه القرعه الخاصه بتصفيه كاس العالم باش تكون غدوه العشيه في لوزان في سويسرا، وباش نتعرفوا على المجموعه اللي باش يكون فيها المنتخب الوطني التونسي للتاهل كاس العالم، 5 فرق تتاهل كاس العالم، مسابقه تكون طويله فيها بوكو دو فينيتر تتلعب على عامين، ومن بعد يترشح الاول والثاني من في المجموعات الاخيره باش يكونوا عدد المجموعات، في الاخر يولي زوز مجموعات، وزوز مجموعات يطلع منهم الاول والثاني والميور تروازيام في زوز مجموعات، بالتالي 5 يترشحوا من افريقيا لكاس العالم. فقط نكمل معك اخر سؤال امين، قلت لي نتصور ماشيين في ثنيه تورنوا نتاع مدغشقر، تشوف منتخبنا ينجم يهز اللقب بسنة في الدوره هذه؟ والله شوف على الورق على الميدان افضل روستر موجود في بطوله افريقيا هذه عند المنتخب التونسي، يعني بدون منازع حتى في التصنيف الدولي وحتى قبل كل منافسه قبل كل بطوله افريقيا يعملوا رانكينج باور للفرق اللي باش تشارك في المسابقه هذه، تونس الناس الكل مرشحه تونس كبطل، عنده افضل مجموعه افضل افكتيف لاعبين عندهم خبره، 6 جوارات ريسكابي من 2017 تزيدهم شكون كان حاضر في 2011 كيما صالح الماجري ما كانش خاطر في 2017 مع مايكل رول، يعني تقريبا عندك مجموعه افضل مجموعه موجوده. امين انغولا ما عادش ما همش نفس انغولا فريق مخضرم كيما قلت لك مخضرم في ديو ديباني، قلت لك انغولا بدات البطوله بزوز هزائم الى طوندو معناها الهزائم نتاعها تترشح في المركز الثالث من مجموعتها، تلقى روحها تلعب براج من اجل المرور للربع النهائي، اليوم خات روحها مع مصر، مصر ناقص، مصر ذهنيا خرجت من المسابقه بعد الهزيمه الغير متوقعه ضد امام غينيا، خلات المنتخب الانغولي يبقى عنده ديما التقاليد، فريق عريق يبقى ديما عنده تقاليد، دوز ماتش تصير ماتش، المشكل يكون جيب مثلا في مجموعات نقول لك نجم نصلح النجم، لكن توا الخروج المغلوب تولي مشكل، انه تكون ماكش في فورما، جوار ماشي في فورما، جوار يخرج لك 5 فوت على بكري تتنرفز فهمت، في الباسكيت راه الباسكيت سور ماتش سي جوار، سور ماتش واحد سي جوار. من شكون نخافوا امين؟ شكون اكبر منافس؟ والله اكبر منافس نخاف منه هو المنتخب التونسي، خاف المنتخب التونسي، نخاف للاولاد يكونوا مش في فورما، ما يتنرفزوا اكثر من اللازم، ما يصبروش فهمت؟ متفاهمين لكن على الورق شكون المنتخب اللي ينجم يكون منافس المنتخب التونسي؟
لا مبدئيا في الفرق اللي ما زالت موجوده بكل صراحه تونس اقوى اقوى فريق بكل صراحه. انا قلت لك خاف من مقابلات لبياج، خاف من جنوب السودان سورا ماتش نجم نجم في ميفورم سير لي ميفورم ان جور سون نجم فهمت تصير مين اكثر. بعد لك كيف كيف نيجيريا تلعب لك ما غير ضغوطات وما غير ضغوطات نجم تقلق فهمت. هذه الاشكال وين، اما على المستوى المجموعه على مستوى اللي تحب انت تونس افضل مجموعه اكثر من افضل فرق اللي محضره ومتهيئه وجميع الظروف يعني توفرت للمجموعه هذه باش تكون بطل افريقيا. ان شاء الله ان شاء الله ما يخيبوناش ان شاء الله. يعطيك الصحه، شكرا لك امين بن حسن زميلنا الاعلامي المختص في كره السله على تدخلك معنا امين. شكرا شكرا، الى اللقاء. مازلنا مكملين في فير بلاي، احبيت حد بن قبدين في اخر نص ساعه مع جيل مفتوح قدامكم باش تكلموا معنا على 71 725 1 71 725 1 تعطينا رايكم في اهم مسار في الجلسه العامه الانتخابيه لاتحاد بن قبدين والكلام الكبير اللي تقال عليه.